لا سيدي رئيس نادي الشباب الرياضي لبلدية مسعد، السادة الحضور، أشقائنا من المملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يعجز اللسان عن تقديم الشكر وجزيل الشكر إلى منظمي هذه المبادرة الطيبة، والتي تعتبر حقيقة عربون محبة وصداقة وأخوة بين شعب الجزائر، وما أدراك ما شعب الجزائر، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية. إنه لحق هذا الحدث يعتبر لبنة من لبنات بناء هذه الأمة، ولا عجب في ذلك إن كان الشعب الجزائري والشعب الأردني الشقيق تجمعهم العروبة، ويجمعهم الإسلام، ويجمعهم المصير الواحد، وكل هذا لهدف واحد وهو تحرير فلسطين إن شاء الله. فإذا كانت أرض المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة أرض الرباط، فنقول لإخواننا بأن الجزائر أرض الشهداء، قدمت طيلة عقود من الزمن قوافل من الشهداء من أجل الحرية ومن أجل الانتصار، ولا نبخل إن شاء الله بتقديم النفس والنفيس من أجل تحرير فلسطين ومن أجل الصلاة في الأقصى الشريف. إخواننا من المملكة الأردنية الهاشمية، أقول لكم باسم هذه سكان هذه البلدة الطيبة، بلدة مسعد، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأنتم في وسط أهليكم ومع أهليكم، ما يؤلمكم يؤلمنا وما يفرحكم يفرحنا. ولما كانت الرياضة كما تفضل سيدي رئيس النادي حقيقة هي فلسفة للإخاء وللمودة وللمحبة، فنتقدم بالشكر الجزيل إلى فريق الشباب الرياضي لنادي مسعد على استطاعته بإمكانياته البسيطة أن يجعل فعلا واسما على مسمى أن الرياضة هي جامعة للشعوب. فهنيئا لكم سيدي على هذه المبادرة، لكم منا كل الدعم وكل التشجيع. سادتي مرحبا بكم مرة ثانية، وأقول دائما ما قاله الشارع: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزل. الشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.